يواجه فريق الميلان فريق لاتسيو في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب استاديو أولمبياكو بروما في تم الساعة 7:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تنقل المباراة عبر قناة آد سبورت بميتش ديوان الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل الخاص لتصل الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وأضرب بكم موعد في موعد قادم.